السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. معي بحب أرحب فيكم من وين ما كنتوا بتتابعوني. زي ما أنتوا شايفين هون في ضحية في إيدي، ضحية للمفترس اللي عندي. هلا رح تشوفوه تتعرفوا عليه. يا حرام، يعني أنقذته من بين إيدين المفترسين اللي عندي. عندي بستين صني وكوكو كانوا ماسكينه، طبعا ما بعرف بدهم يفترسوه أو بيلعبوا عليه. فهيو شايفين هذا الصني، طبعا اخذته منه بشمشم محل ما كنت انا حاطه العصفور على الشباك هناك شم ريحته. خلينا نروح لوصفتنا اليوم، شوفوا ما احلى. هون انا مسكته وحطيته بين الاشجار الثانيه. رح نعمل اليوم مطبقنا الفلسطيني المعروف جدا بفلسطين، الوصفه الاصليه والاصيله. طبعا هون امي الله يعطيها الصحه والعافيه كانت تتحمس في حبه البركه. طبعا انا عجنته وهي اشتغلت فيه معي ساعدتني. حطينا هنا رشه ملح، نص ملعقه صغيره بيكنج باودر، عندي طحين انا كنت منخليته، عندي هنا حبه البركه، وعندي كمان تقريبا نص كاسه من السمسم المحمص. طبعا ومي حسب الحاجه. راح اخلط جميع المكونات مع بعض، المكونات الجافة علشان لما أضيف المية تكون ممزوجة مع بعض منيح. طبعا هون خلطنا زي ما أنتم شايفين بالملعقة أو بإيدي. اللهم صلي على سيدنا محمد وآله أجمعين. طبعا المطبق أكلة عنا أصيلة وطيبة كثير، وفينا نتناولها أي وقت، على الفطور على الغداء حتى وقت العشاء مع كاسة شاي إذا يعني ما بدنا نعمل أكل، وتحلاية في نفس الوقت. اللهم صل على سيدنا محمد. هون زي ما انتم شفتوني بلشت اضيف في المية. طبعا بنضل نضيف في المية ونعجن فيه حسب الحاجة. بدنا عجينة تكون مش طرية، تكون جامدة شوية، يعني اللي هي عجينة المطبق، يعني تكون اجمد من عجينة الخبز العادي وما تكون رخوة معانا وتكون لينة. هون انا امي ساعدتني مسكت للصحن لانه الكمية كبيرة، وطبعا بنضل نعجن فيهم على قد ما نقدر، يعني بياخدوا مجهود لما بنعمل كمية كبيرة وبتعبوا شوية. للي ما اللي عنده عجانة يستخدم العجانة. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا العجين بحب بستمتع فيه، يعني لما بعجنه بكون متعة عندي. أنا مش كل يوم طبعا بعجن، فذاتس واي بحب أعمله على إيدي. طبعا زي ما انتم شايفين بنضل نعجن منيح منيح اللي ما يضل فيه اي تكتلات بالعجينة، يعني راح تاخذ مننا جهد ومجهود منيح ما شاء الله. يعني تقريبا ضليت اكثر من 10 دقائق وانا اعجن في العجينة. طبعا هي العجينة الاصلية ما فيها لا سمسم ولا حبة البركة، بس احنا بنحبها بالسمسم وحبة البركة. اللي ما بده يضيف سمسم او حبه البركه هذا بيرجع لكم طبعا، هاي المطيبات والنكهات بترجع لكم. ففيكم بس طحين لحاله مع رشه ملح، نص ملعقه من البيكنج باودر. البيكنج باودر بعطيه هيك شويه قرمشه، في ناس ما بحطه يعني، بس امي بتحب تحط فيها شويه بيكنج باودر. والميه طبعا ميه عادي من الحنفيه، يعني حسب الحاجه بنضل نضيف حسب الحاجه. حبايبي اذا وصلتوا لهون ما تنسوا تدعمونا بشير لايك اند سبسكرايب، شاركوا الفيديو وفعلوا الجرس واكبسوا على زر الاعجاب اذا عجبتكم الوصفة. بدي احكي واعتذر عن الفيديو السابق اللي نزلته قبل هاد، هو كان فيديو مشاوي بالغلط. لما حطيت الثمنيل يعني بدل ما احط صورة المشاوي نزلنا صورة المطبق على فيديو المشاوي، بعتذر منكم. طبعا انا صححتها، انتبهت لها وصححتها، بس اوريدي كانت نازلة. فيعني اذا شفتوها فهذا السبب ان نزلناها بالغلط. هون بعد ما عجلنا العجينة ونظفنا الصحن، طبعا هلا راح نغطيها بالبلاستيك ونتركها ترتاح مدة ربع ساعة لثلث ساعة. طبعا في ناس بيشتغلوا فيها على طول، انا بحب اريحها شوية علشان لما نشتغل في العجينة العجينة تكون متريحة وما تكون شادة معانا وتتغلبنا بالفرد.
طبعا هون هلا غطيناها ورح نتركها، مش ضروري نكمرها بس بشكير خفيف وبنتركها على جنب. طبعا هون بعد ما تركناها بعد 3 ساعة تقريبا، طبعا بننظف سطح العمل اللي بدنا نشتغل عليه، سواء كانت عندنا طاولة او كان عندنا الكاونتر توب تاع الجرانيت بالمطبخ، اي شيء طبعا لازم نكون نظيف نظيف. هون جبنا صحن فيه شوية زيت زيتون، امي الله يعطيها الصحة والعافية يا رب. هي رح تقطعهم طبعا، يعني عملنا كمية كبيرة يعني ما شاء الله، يعني قلنا لبيتنا وكنا حاسبين حساب انه يعني يقعد عنا يومين او ثلاث، لانه مش كل يوم الواحد بيعمل مطبق وكان طيب. هون بنقطعهم بهذا الحجم طبعا، تقريبا قطعنا معظم العجينة، تركنا نصها علشان ما بدنا العجين يسيح معانا. فبتعملوا اللي بتقطعوه، ولما بتبلشوا يعني تخبزوا بتقطعوا بتكملوا باقي الكمية. ما شاء الله عملت لي كمية منيحة. طبعا هون بلشنا بدنا نشتغل نفرد، بندهن السطح الطاولة بشوية زيت. طب احنا استخدمنا زيت زيتون، هي الوصفة الأصلية بزيت زيتون، بس طبعا فيكم تستخدموا الزبدة او تضيفوا الزبدة مع زيت الزيتون زي ما انتوا بتحبوا طبعا، بس هي الوصفة الأصلية للمطبق اللي هو بيشتغل بزيت الزيتون. هون طبعا فردناهم، فيكم تستخدموا الشوبك او تستخدموا ايديكم حسب انتوا كيف بتحبوا. طبعا بالشوبك هي بتطلع ارتب واسهل، يمكن تحاولوا تكون نفس السمك لما نفردها. طبعا بنفردها وبندهنها بالوجه، بندهنه برضو بزيت زيتون، وبهذه الطريقة بنبلش نطبق فيها، نثنيها من الجناب من الجنبين، برضو بندهن بالزيت علشان يكون عنا مورك وما يكون ملزق العجين في بعضه. ونفس الشي برضو بنثنيها هيك، بنعملها على شكل مربع وهيك بتكون عنا جاهزة. طبعا بنريحها بالصدر لبين ما نعمل باقي الكمية. طبعا انا صورت امي لان فرد امي يعني ما شاء الله معدلة وشغلتها، طبعا احنا تعلمنا من بعديها فهي عارفة كل التفاصيل وعارفة كل التكنيك، فصورت امي وهي تعمل فيه. وبعدين طبعا صورنا معاكم اكم من واحدة، وانا بلشت افرد برضو على الجهة الثانية علشان الكمية كبيرة، علشان بدنا نخلصها نلحق نخلصها. ونفس الشي بنثنيها بهاي الطريقة، ندهنها بالزيت. وطبعا مع اخواتها بنتركها ترتاح بالصينية. هون انا كنت افرد في مع امي اساعد، طبعا شوفوا تخزكت عادي، لو تخزكت مش مشكلة. كمان الفتحات هاي بتنتج علشان حطينا السمسم وحبة البركة، فلما بنيجي بنفردها بتعيك شوية لما بنفردها زيادة يعني، بس يعني لو تخزكت لما بتثنوها عادي مش راح تأثر ولا راح تبين. شوفوا ما أحلاها. راح نكمل طبعا باقي الكمية. هاي الصينية اللي بنحطهم عليها، طبعا بندهنها بشوية زيت علشان ما بدنا اياهم يلزقوا بالصينية، لان رح نعمل كمية هاي وبعدين نبلش كمان في كمان خطوة نبلش فيها. طبعا هاي فردنا واحدة، بدنا نرش، عملنا كم من واحدة رشناهم بالكرفة. طبعا فيكم تخليهم سادة بدون ولا اشي، فيكم ترشوا كرفة، فيكم تحشوهم بالجوز بالجبنة، زي ما انتوا بتحبوا. طبعا احنا عملناهم معظمهم سادة، عملنا ثنتين بالكرفة وراح اعمل كمان يمكن 4، ثنتين بالجوز ثنتين بالجبنة، بس معظم الكمية تركناها سادة. شوفوا ما شاء الله ما احلاهم، عملنا الصينيتين هدول، وفي كمان ضل يمكن كمان 5 حبات كمان صينية ما شاء الله كان فيهم بركة. طبعا هون بعد ما خلصناهم تقريبا،
هلأ ولعنا الفرن على درجة حرارة 500 فهرنهايت. طبعاً لازم يكون عنا الفرن حامي، ما بصير نخبز المطبق على درجة حرارة متوسطة أو درجة حرارة واطية، لأنه بجلد معانا وبيكسى ما بيكون هش. طبعاً هون في عندي صينية أنا فيها الردف، جبنا المطبقة بلشنا نفردها بهذا الشكل، فردناها كانت مرتاحة، وبعد ما نفردها طبعاً بنحطها على الردف. كنت محمية صينية الردف أنا بالفرن، طبعاً رح أحط صينيتين أنا بنفس الوقت لأن هيك بنطول وإحنا نخبز فيهم إذا بدنا نحط واحدة واحدة. هون كمان جبت صينية ثانية دهناها بزيت، طبعاً هاي الصينية ما فيها أي ردف أو حجار، فرح نصير نحط ثنتين في كل صينية علشان نكسب الوقت وما نطول وإحنا نخبز فيهم، لأن كمان إذا طولنا كثير برضو العجين المتبقي في الصواني هيك بسيح يعني. طبعاً بعد ما نحمرها من الجهتين ونطلعها من الفرن، بنجيب صحن فيه مية أو إذا عندكم بخاخ مي بتبخوا عليها أو بتتركوها في شكفة قماش وبنغطيها علشان ما تنشف معنا. بخة المي هاي أو زي ما أنتوا شفتوا أمي حطتها بالصحن، بس حطت عليها إشي بسيط بس بلتها بل علشان ما تنشف معانا حبة المطبق. وفي كمان أكم من واحدة تركناهم بدون ما نحطهم بالماء، يعني لما بدنا نتناولهم بنسخنهم شوي بالمايكروويف أو بالفرن، وبس بنضيف عليهم شوية عسل وهيك بكونوا يعني طيبين إننا نتناولهم. هنا طبقنا كمان واحدة، رح نعمل كمان ثنتين بالجبنة وثنتين بالجوز. عندي هان جبنة عكاوي كنت ضيف عليها رشة صغيرة من السكر ورشة بسيطة من القرفة، وطبقناهم بهذا الشكل. حبيت أورجيكم هاي الحشوات مشان للي بحب يعني المطبق مع الحشوات في يستخدم هاي الحشوات كثير طيبة. وهون عملنا كمان بثنتين بالجوز، الجوز كنت أنا ضيفة عليه شوية سكر، اشي بسيط السكر ورشة قرفة وجوزة الطيب. نفس الطريقة بنعملهم بهذا الشكل. طبعا هون بعد ما خبزناهم طبعا بنخبزهم من تحت، بتحمروا من تحت وبعدين بنطلعهم على الشواية فوق بنحمرهم من فوق. هون بعد ما طلعناهم خبزناهم امي بلشت تدهنهم بشوية زيت كمان ونرش عليهم سكر، عملنا معظم الكمية بزيت وسكر، رشة خفيفة سكر يعني جدا بسيطة، يمكن أقل من نص ملعقة صغيرة رشة السكر أو ربعها. اللهم صل على سيدنا محمد، علشان إذا كمان بتحبوه حلو أكثر فيكم تضيفوا عسل إذا بدكم تضيفوا. هون طبعا موعد التقديم ما شاء الله طعمهم كان بشهي جدا جدا وأطيب مطبق يعني أكلته باكله أنا من تحت إيدين أمي، الله يعطيها الصحة وطول بعمرها. شوفوا كيف مورك ما شاء الله، مش ملزق في بعضها، طعم السمسم والحبة البركة كثير كثير جدا شهي يعني غير شكل كانوا. طبعا أطيب شيء المطبق مع كاسة الشاي على رواق. طبعا أمي كانت صايمة الستة إلها 6 أيام واليوم أفطرت على مطبق، صحتين وألف عافية، وهاي الكمية اللي طلعت معانا. وإن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم. طبعا المطبق برضو في ناس بيعملوه كذا طريقة، هاي طريقة من الطرق، طبعا هي الطريقة الأصلية التقليدية. اللهم صل على سيدنا محمد وآله أجمعين. طبعا احنا ربينا على هاي الأشياء، على الخبز السخون وعلى المطبق والفطاير. عملنا كمان رح نعمل إن شاء الله معاكم لقدام فطاير بالزعتر والملتيت، كمان هاي الأشياء التراثية، الأكلات التراثية القديمة ما في أطيب منها. وصحتين وألف عافية، ما تنسونا من تعليقاتكم الحلوة. وزي ما حكت لكم بعتذر في الفيديو السابق أني نزلت الصورة بالغلط، صورة المطبق نزلتها على فيديو المشاوي، فشكرا لكم ولمتابعتكم، بشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجديد، وباي باي.